بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى اما بعد طلعتنا يجمرنا مسرطاوي نطب الاصل 11 11 مسرطاوي نطب منهج اهل السنه في السلوك والاخلاق اهل السنوات بسنه مغبارهم هنا بعطك علي يعني كالله قرب الله تشو يا عباده جننت لا كهداتشو من اندم يمثل نبر يا ينو وزي الله اهل السنه والجماعه بملكام ميازونا كمدفو نغير يكلكلالو بلانا يهنياو اصل من اصول هذه الشريعه يزي يسلمنا دنغاغي حقغاتوج مسرطاوي نطب نو كذلك اصل من اصول معتقد اهل السنه والجماعه نو بلانا يهنياون جانب يهنياون تلك شعيره ويم دمو تلك اسلاماوي حق متاس ويدو متو كفتات نو بطام تلك يونه خلل يمطال بلانا اهل السنه والجماعه امر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يدرغبت غزي يميايواچو نطبوچ አሉ ብለናል አንደኛ مراعات المصالح والمفاسد የሚያስገኘው ጥቅምና ጉዳትን ማየት ይሄ معتبر ነው ወይም ደግሞ ቦታ የሚሰጠው نطب ነው ብለናል كذلك الاصل في الامر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الرفق يعني امر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يدرغبت غزي ويم دمو في الدعوه الى الله ودا الله بمتاربت غزي مسرط ارغو يمنسوت لسلاسي ويم دمو لين نو ويم بملكام سنه مغبار بملكام اندبت سوتشن مقربنا بلسلسه نغغر سوتشن اناغرو ودا حق مملسنا كالوبت وانجل انديوطو مادرك نو بلنا ايه اصلاتشو هونو شده ሚያስፈልግበት ቦታ ላይ ሽዳ ይተከማሉ በትክክለኛው ቦታው ላይ ሽዳ ከተቀመጠ ራሱ ርፍቅ ነው ብለናል ከዚያ በኋላም ካላቸው ባህሪ ውስጥ አህል ሱናዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በላአን እንደማይጠይቁትና ወደ ፍትና መግባትን እንደማይጠይቁት ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈልጎት ባሪያውን ሊፈትነው ፈልጎ ፍትና በሚያመጣ ጊዜ ወይም ደግሞ በላ በሚያመጣበት ጊዜ አንድ ሙሲባ ሲያጋጥም ከባህሪያቸው እዛ ላይ መጽናት ነው ብለናል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ሐዲስ ነበር አይተን ያቆም ነው قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو ثلاثه مجنانيتن اتمنوا واسالوا الله العافيه كزينا الله እንዲያወጣችሁ ጠይቁ ብለው فاذا لقيتموهم فاصبروا ነገር ግን ከተገናኛችሁ በዛው ላይ ጽኑ ትዕግስት አድርጉ ብለዋል ብለን ነበር وعلى السنه والجماعه اهل السنه لا يقنطون ولا يعصون من رحمه الله عند المحن عند فتنه بمياغطماتو غزي تصفى يقرطو كالله اذنت تصفى يقرطو علقلين بلاو ظلما حيوت ايتياچو بالله لا يالاچو تصفى يابر اللهچوال كبستهالو فرجت اندميتا لان الله تعالى قد حرم ذلك كنيتم الله سبحانه وتعالى هن نغر ما درغوال تصفى مقرطن معناتنا ولكن نغر كن يعيشون ايام البلاء ፍትና በመጣበት ጊዜ ወይ ደግሞ የሆነ በላ በመጣበት ጊዜ على عمل الفرج القريب والنصر المؤكد تصفى الله يسطون يتصفى قال ياسبون ومنوروت عندهم ደግሞ الله سبحانه وتعالى بقرب ጊዜ يزين بلا يزين مصيبه فرجت يعمطال بلاو يامنالو يسو قال يمايكاد ስለሆነ ወደ ኋላ ማይል ስለሆነ لانهم يثقون بوعد الله ممكن ياتون بالله يتصفى قال يامنالونا نو ويعلمون ان مع الاسر يسرا لا قالوا اهل السنهات كچنقت بوحالا فرجت انداله كچغر بوحالا الله سبحانه وتعالى لذيا چغر موچا اندم يامطا ويبحثون يفلقالو عن اسباب المحن في انفسهم يهي فتنه الله يامطبت مكنيات اني بسرهوت بسراي نو بني وانجل نو بلاو راساتشو لاي مكنياتون يفلقال ويرون ان المحن والمصائب لا تصيبهم الا بما كسبت ايديهم اهل السنه والجماعه راساتشو بسروت بنيا وانجل نو بنيا استف نو انجي الله يهنن مصائب على متطبنم ويم دغمو يهنن چغر فتنا بنيا لا على متطم بلاو يامنالو ويعلمون ان النصر قد يتاخر بسبب الوقوع في المعاصي او التقصير في الاتباع ياوكالو الله يهنن فتنا بنيا متطبت غزي ويم دغمو يهنن بلا بنيا متطبت غزي يا الله رداتا ليزغي يتشلال بلو يامنالو بمن مكنيات بمعصيه مكنيات بونجل مكنيات كونجل موطات شرطنا
عند الله سبحانه وتعالى بلا يميمطاو بونجل مكنيات كهونه ميانساو دمو بتوبتنا ودرسو بمتغات كرسو رداتا بملمن نو ميهونو معناتنو سلازي ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ላይ ያመጣው በላ ያላነሳበት ቶሎ ፈረጀት ያልመጣበት ምክንያት የአላህ እርዳታ ቶሎ ያልመጣበት ምክንያቱ ምንድነው ይላሉ? የኛ ከሱና መራቅና የኛ ማዕሲያ ላይ መዘፈቅ ነው ብለው ያምናሉ። ለቀውሊ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የናስ መልክቶ ምን ብለዋል? وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ያ በእናንተ ላይ የመጣው ሙሲባ የመጣውኮ እናንተ እጃችሁ በሰራው ስራ ነው ይላል አላህ። ولا يعتمدون ايتمامنهم في المحن ونصره الدين بفتنا غيزنا اسلمنا لمردات على الاسباب الارضيه بقساوي نغير ايتمامنهم قساوي بهونو مدراوي نغيروت ايتمامنهم والاغراءات الدنيويه عندهم دمو الدنيا يهونو اسبابوچ معناتنو دنياوي بهونو اسبابوچ لاي ايتمامنهم والسنن الكونيه تفطراوي كستتوچنم اندا فرجت አይተማመኑ ወይም ደሞ ኢትማድ ያደርጉ كما انهم لا يغفلون عنها يسبال እነዚህ ነገሮች እንደ سبب መያዝም ደግሞ አይዘነጉ ተፈጥሯዊ ክስተትም ይሁን كذلك من راوي اسبابوچ الله سبحانه وتعالى دينን ለመርዳትም ሆነ ከፈተና ለመጠበቅ سبب الله ካደረጋቸው سبب ይሆናሉ ብለው ያምናሉ። ويرون قبل ذلك ان التقوى الله تعالى والاستغفار من الذنوب والاعتماد على الله والشكر في الرخاء من الاسباب المهمه في تعجيل الفرج بعد الشده اي اهل السنه والجماعه يا يالو ويرون قبل ذلك كذيبه بيد اهون قالناچو اسبابوچ بفيت ان التقوى الله الله النفرات تعالى والاستغفار من الذنوب كونجل توبه تادرغو مملس والاعتماد على الله بالله لا يممكات والشكر في الرخاء بملكام جيزي الله سبحانه وتعالى ما مسكن ملكام نجر سيقات ماتشو مالتنا من الأسباب المهمة بدأ ما سفل لغي يونو مكنياتو تناتشو بلو يامنالو في تعجيل الفرجي بعد الشدة الله يهونا چنقد كامت تابوها لا يهونا مكرا كامت تابوها لا يهن النجر الله لمن ساتو انا فرجت لمن تاتو يا الله الله المفرات كذلك استغفار مادرك ونجل موتاتنا با الله لا يممكات النزيم بتام مسرطاوي نطبوچ ناتچو بلو يامنال واهل السنه والجماعه اهل السنه يخافون من عقوبه كفر النعمه وجهدها الله سبحانه وتعالى بنيا لا يوالو النعمه مستبابلن كمياماطاو قطات بتام يفران الله سوچ بتام بزو نعمه ولولاچوا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها الى الله سلازي عند سو ايه الله يسطو بسو لا يوالله تنصغانا በሱ ላይ የዋለውን ለሱ የሰጠውን ኒዕማ ካስተባበለ ይሄ ነገር ያአላህ ቅጣት ሊያመጣብኝ ይችላል ብለው ያምናሉ። ወሊዳ ተራሁም ለዚህም ሲባል ታያቸው አላህ ረሱልናዎችን አህረሰናስ ሽክራን ወሐምደን ሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም አመስጋኞች ሆኖ ታያቸዋለ። ሁሉ ጊዜ ማለት ነው አላህን ያመሰግናሉ በላ ከደረሰባቸው ሰብር ያደርጋሉ። ወአድወመሁም عليها في كل نعمة صغيرة كانت او كبيرة ሁሉ ጊዜ በዚህ ላይ استمرار ያደርጋሉ ሁሌም አይተውትም ማለት ነው። አላህን ማመስገን በትንሽም ይሁን በትልቅ ያአላህ ጸጋና ኒዕማ ላይ ሁሌም አላህን ያመሰግናሉ አላህን ያስተውሳሉ በትንሽም ይሁን በትልቅ በላእ ላይ ሰብር ያደርጋሉ። قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني الناس ملكتو من ይላሉ انظروا الى من هو اسفل منكم ወደ ከናንተ በታች ወደ ሆኑ ሰዎች ተመልከቱ ይላሉ ያአላህ ملكتني ከናንተ በታች ወደ ሆኑ ሰዎች ተመልከቱ በሁሉ ነገር አንተ ጤነኛ ከሆንክ ምናልባት ስራ የለኝም ብለህ ወይ ደግሞ ሱቄ ከስሯል ብለህ ከመጣማረር ጤና ያጡ ሰዎችን ተመልከት። ያልጋ ቁራኛ የሆኑ ቤት ውስጥ ያሉትን ሰዎች የቀሩትን ሰዎች አይ ከዛሊከ ምናልባት አንተ የሆነ በሽታ ሊኖርብህ ይችላል ታይም ከበሽታ ጋር መስጊድ መምጣት ይችላል ታይም መንቀሳቀስ ይችላል በል ከዚያ በታች ሽንት ቤት መሄድ አቅቶት ሄዶ መጸዳዳት አቅቶት ሰው የሚያጸዳዳው ሰው መኖርን ወቅ ይሄን ስታስብ አንተ ባንተ ላይ አላህ ባንተ ላይ የዋለው ኒዕማ ታውቃለህ ማለት ነው። እጅ ግር የሌለውን አስብ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ ላይ የዋለው ኒዕማ ምን ያህል እንደሆነ ያኔ ይገባሃል። ሁሌም ካንተ መታች ያለው ማለት ነው። ምናልባት አንተ እጅ ግር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቶ ምላስ መናገር ይችላል ምላስህ እንኳን ቢያዝ ማየት ትችላለህ
እጅግሩ ማጥቶ ያልጋ ቅሯኛ ሆኖ የማያ የማይሰማ አለ። ይሄን ስታስብ አላህ ባንተ ላይ ጸጋ እንደዋለልህ ታምናለህ። ምናልባት አንዳንድ አይታችሁ ከሆነ ሰዎች ሰው እየገፋቸው በዊልቸር ላይ እንደነ የትጋሪ ተሽከርካሪ ጋር ላይ ቁጭ ብለው ሰው እየገፋ መስጊድ የሚያመጣቸውን ሰዎች ታያለህ። አንተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እጅግር ሰጥቶ ሀብታም ስላልሆንክ አላህ ሀብት ሳይሰጠኝ መስጊድ አልመጣም ትላለህ። ያ አኺ አንተ ይሄ ጤንነት ሽልማት አላህ ሸልሞ የሰጠህ አካል የዚህ ሀብት ካልበቃ የትኛውም ሀብት ቢሰጣ አትመጣም። ኢዘን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእናንተ በታች ያለውን እዩዋል። ከእናንተ በታች ያለው እዩ። አንድ ክፍል ላይ ሆነ አታማር በረንዳ የሚያድር ፀሐይና ውርጭ የሚፈራረቅበትን ታያለህ። ሁለት ክፍል ቤት ኖሮ አታማር የክራይ ቤት ላይ ያለውት ብለህ አታማር። ከአንተ በታች ያሉትን በዚህ መልኩ ማለት ነው። የሰው ልጅ አዱንያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዱንያ ላይ ፍላጎቱ አይሞላም ብሏል ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አፈር እንጂ የሰው ልጅ ፍላጎት የሚሞላው ነገር የለም። ማንንም በአለም ላይ ያሉ ትላልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል የሚባሉ በዱንያ ላይ በቃችሁ የሚባሉ ላ አላሁ አክበር ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሱ ሰዎች በዱንያ ምክንያት ገና ብዙ ነው የሚያስቡት ማለት ነው። በቃ ላይሉ ተተውት ወደ ቀብር ሄደው አፈር እስኪሞላቸው ድረስ አፋቸውን አፈር እስኪሞላው ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካንተ በታች ያለውን እይ እንጂ ካንተ በላይ ያለን አትያል። ወአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱና ወጀተሐለው ነብይ በመካሪም አልአኽላቅ በመልካም ስነ ምግባር በላቀ ስነ ምግባር የሚገለጹ ናቸው ወይም ደግሞ የተላበሱ ናቸው። ወመሐሲኒ አልአዕማል ስራቸው በጣም መልካም ነው። አህሉ ሱና ሲባል ሰሃባዎች ናቸው የመጀመሪያዎቹ፣ ከዚያ በፊት ከዚያ በኋላ ታቢኢኖች፣ ከዛ አትባኡ ታቢኢን፣ ከዛ በኋላ አይመተ ሰለፍ። ታሪካቸውን ብናይ ይሄ ነገር ሐቅ መሆኑን እናቃለን። قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال نبي محمد اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا كمؤمنوج ايمانهم ملو ميبالو صبايو ملكام يونه سو نو قال ملكام يونه صباي ايكفلبتم منم نجر لمن دنو فيتن متطعمددو لمن دنو فيتوچن سيلوچ متطبلاشو من لمن يعني انت ماتكفلبتم انت ملكام سنا مكبر نصان منم چغري لمن واغا ايكفلبتم ጡንቻም ማፈርጥም ያስፈልገው ታይ። ይሄ ማለት በጣም ትልቅ የሆነ አላህ ዘንዳ ደረጃ የሚያሰጥ ነገር ነው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በል ኢማኑ ሙሉ ነው የሚባለው ሰው እንዲህ አይነት ስነ ምግባሩ ያማረ መልካም ባህሪ ያለው ሰው ነው አሉ። وقال صلى الله عليه وسلم ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاقا قالوا ان من احبكم الي اني ዘንድ በጣም ተወዳጅ ሆናችሁት ከናንተውስ واقربكم مني مجلسا كاني በጣም ቅርብ ሆኖ የሚቀመጠው يوم القيامه የቂያማ ቀን ማን ነው አሉ። احسنكم اخلاقا ከእናንተ ውስጥ ስነ ምግባራቸው ያማሩ ሰዎች ናቸው። سبحان الله ነብዩ መሐመድ ዘንዳ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወዳጅ ለመሆኑና የቂያማ ቀን ለሳቸው ቅርብ ሆነ የሳቸው ቅርብ ጋር መቀመጥ ከፈለግ ስነ ምግባርህን አሳመር ነው። وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من أحسن من حسن الخلق قال من يوم نجر يلم الله نجي قيامة كان ميزان لا يدرقوت ميزان كميا نسا نجر هلو كمل كم سنة مقبار يبلت نجر يلم. وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به عند مل كم سنة مقبار بالي بيتي هنا سو بسو يدرسال درجة صاحب السوم والصلاة صلاة الناس هم يتمزق بلت سوم عليه فردو አይደለም صاحب الصلاه የሚባለው ይሄ ሰውዬ ሶላት ስነ ምግባሩ የሆነ ማለት ነው። ሁሉንም የሶላት አይነቶች የሚሰግድ በቃ ባህሪው ያደረገ ሶላተ ለይል በል የሱና ሶላቶች ሁሉም አይነት كذلك የጾም የሱና ጾም የተባለ በሙሉ የሚጾም ሰው አፒታይቱ ጾም የሆነለት ሰው አፒታይቱ ሶላት የሆነለት ሰው صاحب الصلاه صاحب الصوم ይባላል። ይሄ ሰው ስነ ምግባሩ ያማረ ሰው እንዲህ አይነት ደረጃ ያገኛል አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። سبحان الله العظيم ومن اخلاق السلف الصالح كسلفوت سنه مكبر على السنه والجماعه اخلاصهم في العلم والعمل وكتم سمارو هنا ماننيوم خير اسراس يسارو اخلاص نبراچو والخوف من الرياء سو ياينيال ملكام سراس يسارو سو ياينيال معناتن بتام يفرو نبر بتام እኛ ዛሬ ሰው ካላየን አጅር ምናገኝበት አይመስልንም በምን ሰራው ስራ ላይ የሆነ መስጂድ ላይ ወይ ለመድረሳ ወይ ለሆነ ነገር ሲጠየቅ ኮሚቴዎች ዞሮ እስኪያዩ ድረስ ከኪሳችን ውስጥ ያወጣነው ብር
منطف لا انطلو الناسو ودنيا اسكي زورو يونه يياسببلو كونه يونه نغير يتناغرو كونه نغغراچون چرسو ودنيا اسكي زورو درس نطبقالن كزيا بوحالا منالبات وي 10 بر وي 50 بر دمو الله كوفكن 100 بر لنورورو انچلالن ياني نو منورورو مندا الناسو ميكفلون يمسل مالف الله المستعان لهونه لا عند مسكين يونه نغير سرتن كونه يچنكن لقدنياچن هيدم يانن بوونه مكنيات لماورات مالف لا سلف سلفوت اندي عالنبر خير سراچو سو كوكباچو ميبلاشباچو يمسلاچو نبر بتام تحري نبراچو معناتنو لا اخلاص. قال الله تعالى الا لله الدين الخالص دين معنات لا الله نو صدت بلو معناتو مولو بمولو لا الله نو منم نغير اندي كلاكلبت هايفلك انت من داني كفله الله كهونه الله يتمونه متسراو سرا يا ياه سلما تلبس متسراون سرا الله يايوان من شجرا በሚሰር የሚሰሩትን خير سرا ሰው እንዳይባጩ በጣም ይጨነቁ ነበር ምንም ነገር ይሁን ምንም ነገር ማለት تعظيمهم لحرمات الله تعالى وغيرتهم اذا انتقهت حرماته تعالى لا الله دين تلك ቦታ ነበርቸው كذلك يا الله حرمات الله رمي ያደረገውን ነገር ሰዎች ማሲያ በሚሰሩበት ጊዜ الله رمي ያደረገውን ነገር ሲሰሩ ሲያዩ በጣም ይቆጡ ነበር ማለት ነው ونصرة دين الله وشرعه كذلك يا الله دين بمرداتنا شريعا بمردات لي بتام تلك بوتا نبراتشو وكثرة تعظيمهم لحرمات المسلمين ومحبة الخير لهم كذلك سلفوج لمسلموج تلك بوتا نبراتشو يا مسلم كبر بتام يطبقوا نبرا يعني مسلم كبر مالت كذلك لأن نرسو بيتن يوم ملكو خير من يلاتشو نبرا بمن ملكو لمسلموج خير من يلو. قال الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يا الله ان شريعه ما يكبروا سوج يهي لب اللهن كمالك ويكوترال على الله سبحانه وتعالى لب وسط الله لك الناس ينور نو انت يا الله شريعه متكبروا معناتنا شعائر مالت باسلمنا وز يتدنغغوا يهون ما عندناهم نغروج يعني شعائر يبالال عند سو ين سيالك بوندموم لا يالا نغير يهون يخلال عندهم كعباده زرفوچ ليهون يخلال بماننيوم غداي لاي الله سبحانه وتعالى يدنغغاچو اندنغاغيوچ مالك لب وسط اللهن كمالك غير يالو غنينت نو. نعم والسعي على ترك النفاق بحيث تتساوى سريرتهم وعلانيتهم في الخير بطام بنفاقن بمراقنا بمتو لا يتشاكلو نبره لمندنو سيبال سلفوچ وسطاچوم لاياچوم عند نو فيتاچوم جرباچوم عند نو يتلايا فيتنا وحالا يلاچو የተለያየ ውጭና ውስጥ ያላቸው ሁሉ ነገራቸው ያው ይሄ ነው ሙስሊም ብሎ ማለት وتقليل اعمالهم في عيونهم من حيث كسبهم لها كذلك النفس يمسروت سرا ማንኛውም خير سرا حجም ይሁን ጾምም ይሁን ሶላትም ይሁን ذكرም ይሁን قرانም ይሁን ማንኛውም ነገር እነርሱ ከመስራታቸው ሶላቱ አይደለም الله مر يدنገገውን ሶላቱን ሳይሆን ዝቅም ያደርጉት የእነርሱ የሰገዱት ሶላት የእነርሱ ስራ ማለት የእነርሱ ተግባር ሁለት ረካ መስገዳቸው አራት ረካ መስገዳቸው ለይለ 6 7 8 ረካ መስገዳቸው ይሄ ምንም ስራ ሰራሁኝ ብሎ አያዩ አይናቸው ላይ ምንም እንዳልሰሩ ነበር የሚቆጥሩት 10 20 ጊዜ ሐጅ ቢያረጉ ምንም ነገር እንዳልሰሩ ነበር የሚቆጥሩት ሁሉም የሚጾማሉ ግን خير ስራ አለኝ ብለው አይኩራሩ بل الله ተቀበለኝ ወይስ አልተቀበለኝ ይሄ ነበር ጭንቀታቸው ማለት ነው አይናቸው ላይ ምንም خير ስራ አያበዙም ይሄን ሰርቻለሁ ብለው አያበዙም ታሪካቸውን ብና ጉድ ነው ይባላል ወተቅዲሙ አማል الاخره دائما على اعمال الدنيا ሁሉ ጊዜ ሰለፎች ባህሪያቸው ምን ነበር የአኺራ ስራ ማስቀደም ነው ከዱንያ ስራ ማለት ከዱንያ ስራ የአኺራ ስራ ያስቀድማሉ رقه قلوبهم ልባቸው በጣም ስስ መሆኑ وكثره بكائهم على تفريطهم في حق الله تعالى ሁሉም ያለቅሱ ነበር الله እኔን ከኔ የሚፈልገውን ነገር አልፈጸምኩም ይያሉ ማለት الله كاني الله يعززني النجر بعززني ملكو على سرهم بلو واللي يتشنقال لعل الله ان يرحمهم بلقسواتشو مكنيات من البعض الله سبحانه وتعالى كعزن اللي نبميل مالتنا بلقسواتشو مكنيات الله يعزن اللي نبميل واللي يلقسال وكثرة الاعتبار والبكاء والاهتمام بأمر الموت كذلك سلموت بمياسو ببتجيزي سلموت ونيتا بمياستنتنو ببتجيزي بتام يتشنقال وستاتشو يتشنقال لقسواتشو بتام يبرتال اذا راوا جنازه بتلي لكمو جنازه بمياوبت كيزي عندنا
ጀናዛ ተከትለው ይሄዱ ይያስካኩና ስለ ሱቅ ይያወሩ ስልክ ደውለው መርካቶ ላይ ስላለው ወሬ ይያወሩ አንደብረም ይሄዱት እነሱ በጭንቀት ተውጠው በሱ ቦታ እኔ ብሆንስ ብለው በጣም ከባድ ሀዘንና ትካዜ ላይ ሆነው ነበር ጀናዛን የሚሸኙ የነበሩት ማለት ነው አው ተዘከሩ الموت وسكراته ወይ ደግሞ ሞትና የሞትን ስቃይ በሚያስታውሱበት ጊዜ وسوء الخاتمه من البادمو كزي مدر የመጨረሻ እስትንፋስ አልቆ ወደ አኺራ በሚሸጋገሩበት ጊዜ በምን መልኩ ነው የሚሻገረው አላህ لا اله الا الله يوفقኛል ወይስ ምንድነው መሆነው ከእትኛው ነው የኔጣ ይሄ ነገር በጣም ሁሌም ያሰቃያቸው ነበር حتى تزلزل قلوبهم لباتشو سكينكتك الدرس زيادتهم في التواضع كلما ترقى أحدهم في درجات القرب من الله تبارك وتعالى كذلك بتعام والجذي إبادة يسر ودى الله بتقرب كتر الله يتززون نقر يسر ودى الله بتقرب كتر متنا نساتشو يجمري هيدا بتعام متنا نسال بتعام ودى الله يكرب بهيدا كتر متنا نساتشو በጣም እየጨመረ ይሄዳል ከፈረቱ ተውበት والاستغفار ليلا ونهارا መልካም ስራ በዚህ መልኩ እየሰሩ ሁሌም ተውበትና استغفار ያደርጉ ነበር ቀንም ይሁን ማታ ለሽሁድህም انهم لا يسلمون من الذنوب ምክንያቱም እነርሱ ከወንጀል ንጹህ ነን ብለው ስለማያስቡ حتى في طاعتهم خير سرام بمسرات لا يهونهم صالو فيستغفرون من نقصهم فيها صلاه ከሰገዱ በኋላ استغفار የሚደረገው በሰላቱ ውስጥ በጣም ብዙ ጉለቶች ስለሚኖሩ ነው ስለዚህ እነሱም خير ስራ ከሰሩ በኋላ በዚህ خير ስራ ውስጥ ብዙ ነገር አጥፍቻለሁ ብለው استغفار ያደርጋል ومراقبه الله تعالى فيها በዚያ ውስጥ ሆነው አላህን መቆጣጣራቸው وعدم العجب بشيء من اعمالهم በሚሰሩት ስራ በየትኛውም ነገር አይኩራሩም ነበር በምንም ነገር በምንም خير ስራቸው አይኩራሩ አይተማመኑ ሁሌም ራሳቸውን ይወቅሳሉ ምንም አልሰራሁም ይላሉ ማለት ነው وكراهيتهم للشهرة ሰለፎች ሰዎች ዘንዳ መታወቅን በጣም ይጣሉ ነበር ሰዎች ስለ እነሱ እንዲያወሩ አይፈልጉም ነበር ይሄ ትልቅ በላእ ነው ብለው ነው የሚያምኑት በጣም ትልቅ በላእ ነው ሳይፈልጉት ሊመጣ ይችላል ይሄ ያሉ ምናልባት ሳይፈልጉት ከመጣ ቡሽራ ነው አሉ ዱንያ ላይ ያላህ ቡሽራ ነው ነገር ግን ፈልገው ከሆነስ ይሄ ትልቅ በላእ ነው ሰዎች ስላንተ እንዲያወሩ ከፈለግ ሰዎች ዘንዳ እኔ አንተ ሁሌ ማሻአላህ በዚህ በምንም ሰዎች እነን ይያሉ ነው ብለ ካሰብክ የጠፋህ መሆኑን ወቅ ሰለፎች ይሄን ነገር በፍጹም አይፈልጉትም በፍጹም ሹራ አይፈልጉም በምንም ተአምር ሰው እንዲያቃቸው አይፈልጉም ሰው እነርሱ ብሎ እንዲጠራ አይፈልጉም ነገር ግን በዚህ መልኩን ይያቸው የተስተካከለ ስለነበረ እስከ ቂያማ ድረስ በሰዎች አምሮ ውስጥ እንዲኖሩ አላህ አድርጓቸዋል ፈልገውት ሳይሆን ንያቸውን ስላሳመሩ ማለት ነው አንተ ምናልባት ሰዎች እንዲያከብሩ ስትፈልግ አላህ ያዋርዳሃል ይሄን ስለሚያቆ እነሱ ይሄን አይፈልጉ بل يرون النقص والقصور في طاعتهم فضلا عن سيئاتهم عندهم በመልካም ስራቸው ላይ ወደ ኋላ ማለታቸው ነው የሚያስቡት ከወንጀላቸው ይቀርና እንኳን ወንጀል ሰርቶ ምንም ላይ መስላቸው ይቀርና خير ስራ ሰርተው ራሱ خير ስራዬ ትክክል አይደለም ብለው ነው ራሳቸውን የሚወቅሱት ሽደቱ ተጥቂቅህም في التقوى اللهم بمفرات لا بطام تنققوش نبرو وعدم دعوة أحد منهم أنه متقن عنداتشو مني الله نفر الله بلاك عنداتشو كسلفوش عنداتشو كسحابوش مالفكو سبحان الله العظيم وكثرة خوفهم من الله عز وجل سلا الله سياسفو بطام كفتن يهونا فرات نبراتشو شدة خوفهم من الخاتمة السيئة عند يوم دموي مجرشاو يعندسو خاتمة ومبلاشتون በጣም ያሰቃያቸው ነበር በጣም ያስፈራቸው ነበር وعدم غفلتهم عن ذكر الله جل وعلا كلما الله كما استاوز زنگتو ያውቁ وهوان الدنيا عندهم الدنيا الناس ዘንዳ ምንም ቦታ አልነበራት በሰለፎች ዘንድ ምንም በትመጣም ወደ አኺራ መቃረቢያ ነበረች ማለት እንጂ ቦታ ይላቸው ወሽደቱ رفضهم لها من البعض غوازوا تقلا انكون ወደ الناس بتመጣ يششوات ነበር الدنيا ማለት وعدم الاعتناء ببناء الدور الا ما اقتصر منها على ما يدفع الحاجه وغيره ومن غير زخرفه من البعض الدنيا منوريان كم يجباو بلا ما جنباتنا انديوم دموسون كما شبرق اخيرا رستو معناتنو كزي يراقو نبرو ك
ከሰሩም ለሚያስፈልጋቸው ለዱንያዊ ሐጃቸው የሚሆነውን ነበር የሚሰሩት። ናዓም وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا والله يالو والله ينبني ما الدنيا في الاخره دنياكو كاخره غا سنصصر قالوا الا مثل ما يجعل احدكم او احدكم اصبعه هذه في اليم كان انت وسط عندجو اتشن طاتو بحر وسكتو ياوطات قالوا فينظر بما يرجع ከዚያ በኋላ ይሄ አንድ ጣቱ ዋውስ ባህሩስ ከተት ሲወጣ ምን ይዞ እንደሚወጣ ይመልከታል። ዱንያ ማለት ከአኺራ ጋር ሲነጻጸረ የዚህን ጣት ይዞት የሚወጣው ጠብታ ያክል አይሆን። ሱብሃንአላህ። ስለዚህ ይሄ ነበር እይታቸው ለዱንያ ሰሃባዎች። لا يرضون الخطا الذي يمس الدين او اهله بل يردونه ويلتمسون العذر لمن قال به ስተተን አይወዱም በተለይ ደሙ ዲን የሚነካ ስተት ከሆነ ማለት ነው። አው አህለው ወይም ደሙ የዲን ሰዎችን የሚነካ ስተት በል ይርዱነሁ ይመልሳሉ ይሄን ስተት ወይልተሚሱን አልዑዝራ ዑዝሪ ፈልጋሉ ለምን قال به ይሄንን ስተት ለተናገረ ሰው ወይ ደሙ ይሄን ስተት ለሰራ ሰው ان كان ممن يعتذر له من ዑዝር የሚፈልግለት ከሆነ ለምንድነው ዑዝር የሚፈልግለት ማለት ማንንም ይሁን ማን ከስተት የጠራ አይደለም ማንንም ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በስተቀር ማለት ነው። በግል ደረጃ ማንንም ከስተት የጠራ አይደለም። ስለዚህ ስተት ሰለፎች ይጣሉታል። ይህ ስተት ከማንንም ይገኝ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ዓሊም ወይ ደግሞ አንድ ዳዒ ወይ ደግሞ አንድ ኢማም የሆነ ስተት ቢሰራ ስተቱን አይቀበሉትም። ለሱ ግን ክብሩን ይጠብቁለታል። ለሱ ዑዝር ይፈልጉለታል። ለሱ ዱዓ ያደርጉለታል። የሰለፎች መንገድ ይሄ ነው እንጂ ሱና ላይ ያለ ሰው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዲን የሚጣራና በዲን ላይ የአላህ ዲን የበላይ እንዲሆን ትግል የሚያደርግ ሰው መላእክት ሊሆን አይጠበቅም። እንዴት ይሳሳታል አይባልም። ከተሳሳተ ከስተቱ ጋር እቀብረዋለሁ አይባልም። ይሄ የሰለፎች አካሄድ አይደለም። የሰለፎች ሚንሃጅ አይደለም። ኢላ ወደ ቢዳ የሚጣራ ወደ ስሜት መከተል የሚጣራ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። ከሱና የወጣ ከትክክለኛ መንገድ ወጥቶ ሙኻለፋ ላይ ያለ ከሆነ ግን ይሄ ዑዝር አይፈልግለትም። በሱና ላይ ያለ ከሆነ ግን ምን ይደረጋል? ክብሩ ተጠብቆ ስተቱ ይመለስለታል። ናዓም ወከፍረቱ ሰትርህም ለኢኽዋንህም ሙስሊሚን ከዛሊከ የሙስሊሞችን አውራስ ስተታቸውን ይሸፍናል። ወሽደት ሙናቀሸትህም ሊንፉሲህም ነፍሳቸውን በጣም ይከራከራሉ ሰለፎች في مقام الورع يعني ራስን መጠበቅ ورع የሚባለው ክብርህን የዲንህን ክብር መጠበቅ ማለት ነው። አንዳንዴ ሙባህ የሆኑ ነገሮችን እስከ መቶ ድረስ ተደርሳለ ምን يعني ሹብሃት የሆነ ነገር እንዳይመጣበት ከመስጋድ ተነሳ ማለት ነው። አላህ ምናልባት حرام ያደረገው ነገር ከዚህ ጋር ተከትሎ እንዳይመጣብኝ ከሚል ስጋት ይሄን መራቅ ወራ የሚሉት ዑለማዎች ክብራቸውንና የዲናቸውን ክብር የሚጠብቁበት ባህሪ ነው። ولا يحبون ان تظهر لاحد عورته የማንም ሰው ገበናው እንዲወጣ አይፈልጉም። በሱና ላይ ያለ ሰው ማለት የማንም ሰው ገበና እንዲወጣ አይፈልጉም። ይደብቃሉ የማንም ሰው የግል ገበና። በተለይ ደግሞ ባለፈው ብለናል ሰዎች hatta ማንም ይሁን ሙኻሊፍም ቢሆን የግል ገበናውን ማውጣት حرام ነው አይቻልም። ስህተቱን ብቻ በመረጃ ለህዝቡ ግልጽ ከማድረግ ውጪ እሱ ላይ ያለበትን አይብ ማውጣት በፍጹም አይቻልም። ይሄ ሰለፊዎች ባህሪ አይደለም። ይሄ ደግሞ የሱና አካሄድ አይደለም። በምንም ታም በዲን ላይ ያመጣውን ቢድዓት መልሳለ ሰዎችን ታስጠነቅቃለ የግል ህይወቱን የግል አይቡን አታወጣ አይቻለም። ይሄ ፍጹም ክልክል ነው። ይሄ ويستغلون بعيوبهم عن عيوب الناس የሰዎችን አይብ ከማየት ይልቅ የራሳቸውን አይብ ያያሉ። ምክንያቱም አንተ ስለ ሰው ብዙ አይብ ስትፈልግ አንተ ላይ ሺ አይብ ሰዎች ያወጣሉ። ናዓም ኢላ ይሄ ማለት ግን ምናልባት ሙኻሊፍ የሆኑ ሰዎች ከሱና ሰዎችን የሚያርቁና ወደ ቢድዓ የሚጣሩ ሰዎች ይሄ ጥሪያቸውን ማውጣት ማለት አይደለም። አንዳንዴ እንዲህ አይነት አባባሎችን እንዴት ይተከሙበታል ሰዎች የእነርሱም ይሄንን ሹባሃታቸውንና ይሄንን ቢዳአቸውን ለመሰተር ይተከሙበታል። አንድ ሰው ሙኻሊፍ የሆነ ነገር ቢዳአ የሆነ ነገር በኢንተርኔት ለቆ በሜሞሪ ለህዝብ በሺዎች ለሚቆጠሩ ሰዎች ለቆ እያንዳንዱ ቤት አንኳክቶ ከገባ በኋላ ስለሱ ስትናገር የሰዎችን አይብ ትከታተላላችሁ ይላል። هذا خطأ يا اخي የት አይብ የሚባለው ቤተው ዘክተም ያለ ነገር ነው። ቤተው ዘክተም የምትሰራው ነገር
እንጂ አንተ ህዝቡን ለማጥመም በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች የለቀከው ነገር በሜሞሪ ለአንዳንዱ ቤት እንዲገባ የተለቀቀ መጽሐፍ ጽፈ የበተንከው ነገር እንዴት ነው የአይብ መለቀም የሚባል? ይሄ አይደለም አይብ የሚባል፣ ይሄ ዲንን መጠበቅ ነው፣ ይሄ ሱናን መጠበቅ ነው። አይብ ማለት ሰውየው የግል አይቡ ቤቱን ዘግቶ የሚሰራውን አይብ መከታተል አይቻልም። ይሄ ነው አይቻልም የሚባለው እንጂ በየሚዲያው ላይ የተለቀቀ በየደረገጾቹ ላይ ማህበራዊ ደረገጽ የሚሏቸው በዓለም ላይ የደረሱ ነገሮችን ለዚህ ምላሽ ሰጥቶ ለደረሳቸው ሰዎች ማስጠንቀቂያ መስጠት ይሄ ሰዎችን አይብ መከታተል አይደለም፣ ወይም ደግሞ የሰዎችን አይብ ማውጣት አይባልም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ሁልጊዜ ምን ያደርጋሉ? የሰዎችን አይብ አትከታተሉ ይላል። ላ አይብ ማለት አንድ ሰው ቤቱ ዘግቶ የሚሰራው ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ተደብቆ የሚሰራው የግል አይቡን ማውጣት አይቻልም። ምንም ይሁን ኸምርም ይጠጣ ዝሙትም ይስራ ምንም ነገር ያድርግ፣ የግል አይቡን አታወጣም፣ አይቻልም። ተደብቆ የሰራውን አይብ መከታተልና ማውጣት አይቻልም። ታይም እንጂ ይሄ ማለት አይደለም። نعم ويكتمون ويكتمون الاسرار نعم يعني دبك مسترن يدبكالو ولا يبلغون احدا ما يسمعونه في حقه كسو انصار يسموتن نجر لمنم ما يدرسوم يدرسه كونه درسوال نجر كن عند سو اكلي كون ديادرن اكلي يا اخي ما يسلو انت اكلي كاجنبي غير يتشوالو اكلي دي بوتا يتشوالو اكلي كونه سو غار اذا بوتا كافي منام لا اترك يا اخي አያገባህም አንተ እንደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ሳለ እንዲህ አይነት ነገር ብት ቢሰሙም ለሰው አያስተላልፉም። ወይስተይዱነ ፊ ሰትሪ ዑዩብ الاخرين ሌሎችን አይብ ለመሰተር ምን ያደርጋሉ? ትግል ያደርጋሉ። ويكتمون الاسرار ولا يبلغون احدا ما يسمعونه في حقه ويتركون معادات الناس يستوجن ጠላት አድርጎ መያዝን ይተዋሉ። ويكثرون من مداراتهم يعني مدارات ማለት ክብርህን ለዲን ብለህ መስጠት ማለት ነው። ይሄ ምናልባት ሀቂቃ በጣም የሚፈራ ቢድዓ ላይ ሆኖ ዲን ላይ አደጋ ይመጣል ብለህ የምትፈራው ከሆነ ዲንህን ለመጠበቅ ገንዘብህን ክብርህን ለሱ አሳልፈ መስጠት ሙዳራት ይባላል እንጂ ከሌላዎች ከሙስሊሞች ወይም ደግሞ ሱና ላይ ካሉ ሰዎች ጋር አይደለም ሙዳራት። ወአደሙ ሙቃበለት አሐድን ቢሱ ማንንም በመጥፎ አይቀበሉትም hatta መጥፎ በእነሱ ላይ ቢሰራባቸው አበደን فهم لا يعادون احدا من المسلمين عندنا مسلم ثلاثه ادرجو عايزه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قد تنالوا اي انما معناته بسوچ ماكل ولا يميملال السو جنه ايغبا مالو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاندو تقبلوا لليلو كزنيو تقبلوا لذ كانت يمطانا سلان سلا اكلي اورا اكلي يكون دي بلو حدر اندو يسو يمن ارغاو نو منام يلان لمن دول كيزي يسو كانت راس ما يودو يلان ከዛ በኋላ አራኒ መናቀለት አለው ብለ ማሻአላህ ተከፍቷል። ሰድገባ ይሄድና ደሞ ቀጥ ብሎ እሱ ጋር አንተ ግን ምን አጥፍተው ነው ይሄ ሰውዬ ምንድነው ሁልጊዜ ስላንተ ነው አስተክፍላሽ ተከፍ ይሄ ምንድነው ነማም ይባላል ወሬ የሚያመላልስ በሰዎች ማከል ማለት ነው ጀነት አይገባ ማለት ሰዱ ባብ الخيبه في مجالسهم ሰለፎች እነርሱ ባሉበት የዒልም ቦታ ላይ غيبه የሰውን ስማንሳትን ይከለክላሉ። የሰው ስም ማንሳት ክልክል ነው። አስሉ የሰው ስም ማንሳት ክልክል ነው። እሱ በሌለበት በሚጠላው ነገር ላይ ስሙን ማንሳት ክልክል ነው። ስድስት ቦታ ላይ ካልሆነ በስተቀር ኢማሙ ነወዊ ሪያድ ሷሊሂን በሚባለው ኪታባቸው 519 ገጽ ላይ በዝርዝር አስቀምጠውታል። አልቀጥሁ ليس بغيبه في ستتنا قطح የሚባለው ነገር ሰዎችን ስማቸውን በሌሉበት ማንሳት ስድስት ቦታ ላይ ጊባ አይደለም ለምን እንደሆነ ይሄ የሆነው متظلمين የተበደለ ሰው ዳኛ ፊት ሄዶ ስሙን ማንሳት ይችላል የዚህ ሰውዬ طيب ومعرفين كذلك عند نجر የሆነ ሰው ለማሳወቅ የሆነን ሰው በሆነ ቅጽል ስም ይኖራል ያን ሰው ለምሳሌ ወይ የተሰጠው አይነ ሸውራራ የሚባል ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሸንካል ነው ተብሎ ማለት የማይታወቅ ከሆነ እዛ አካባቢ ያን ነገር ያቀጽል ነገር ካልጠራህ በስተቀር የማይታወቅ ከሆነ ወይ ደግሞ ራስ በራህል ትልችላል የትለያየ እንደዚህ ማለት አይ ቢሆነ ነገር የዛን ሰው ይሄንን ስሙን ማንሳት ይችላል ምን ለማድረግ እንዲታወቅ ለማድረግ ማለት ነው እንዲታወቅ ለማድረግ ታየብ ሌላ ومحذرين ማለት ሰዎችን ከቢዳአና ከሽርክ
لما استنقك أكتي أكلي شرك ميكنونا ولا شرك ميتطرسون تتمككوت أكلي بدعا ميرامرنا كسنة سوچن ميوطانو تتمككوت لمالت إيه محذر بالال في مقام التحذير مالتنا ومجاهر فسقين مالت ونجل بقلت ميسراسو ونجل بقلت ميسراسو أنت لمسالي هنا سو خمري تطال إيه سو عند سو قار هيده من البعض يفروا لمتلو سو ويلقمو هنا نقل ليستو ويشلالي متلو سو قار أرواك كليكو نعينت تقواري أكنا منال اسكي مكارو تلال طيب لمن دنو إيه فسق بقلت ميسراك هنا عجقانا فهياتم ليلو چن من اللي عرق يشلال ليبكل سلامي چل ومستفتين مستفتين مالد دقمو فتوى لما تجيك فتوى لما تجيك عند سيد سلبا الواهيدا يهون نقر يبدلات النقر تناقرا من تارق عالج فتوى تجيك عالج ويدمو الليلة ما ننيهم يعني يهون مخالفة يهون نقر يسر راسو يهين ناس ملكتو فتوى لما تجيك كتوالا من يدرقال سمون بمدفو بما يودو نقر مانسات يتشالا ومن طلب الإعانة في إزالة منكرين كذلك قدم من دالنا ويهونا سو عند مدفوس رابمي سنبت قدي يان ناقر ويلا مثالي يشريع اللبت عكابي كهونا تهيرنا من طارق الله حياة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ببال درجت على من قست إسلام من قست ياسكمتو الزات تهيرنا تنقر على مالت من لما درك يهينن شريعوي حكم دي ستبت لما درك ويحج يتلي أي عينت ونجل ميسا راسو كهونا يعني ونجل لما سوقت سببال سمت راس جلال كذي وچي بالو تني تاوچ لايكن اصلو مندنو يسو سم بلل لبت مانسات كل نو هل جيزي انزي بدا عراماجوش مالتنو كسميت ودتو سووچن ودا بدا عمتارو ودا راساچو جماعة ودا مخالفة عمتارو سووچ انزيهن نگروچ اندي تكسو يفلقو من يادر قالو هلين يسو سيگا ارمنو يلان يسو سيگا ارمنو سو بلل لبت لمندنو يسو سيگا يسو سم متانسام يقول يسوس قال عندما بلاطنو يروحان نعم أصله إيه نون يسوس مانسات هاي تشال نقدر نزي شريعة ويهونو قديوتشن مانسات بما يتشال باتشو قديوتش لاي مانسات كدنو ميهونو مالتنا قال الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا كفيلو كفيلاتشون منادر أي ماو مالتنا أيحب أحدكم أن لحم أخيه ميتا كننتوس عنداتشو يهون دمون سقا موتو جنائزاون سقاون مولات يودالن دال الله فكرهتموه تطلو تعلاج سلزي يسوس عطانسونو ميلو الله سبحانه وتعالى يعلى من المكنيات يعلى بكي مكنيات يسوس مانسطو زم بلو عندون موتات عندون مورج عندون مشلم عندون يون نقرم ايه عايد شاي بسووش سم يعني بسووش سم بونا مدتار ويرقمو بسووش سم كفلاقر منقر ميهد منامن عايد شالم لمن اسكالو ندرس قدم لالناتشو نتبوت النرسون بيهون النرسون بيهونو ميزان اللاتشو ماستم كسبال عند سو يهونا ستات كسر را يهي ستات شريعة يميكارن نقر كهونا لن نانت زيبو تالا يلا وكاتشوت نقر كهونا ما ساوك قدي لنيال كاو وكاتشوت هلتن يكن بدي سلسو باورا عيتشان ليش خلاص درسوا اتشو لاوكاتشان ليلة لا وكوسو كالونا بستكر مالت منالو قدبالو لك كاير اللمدو زمبولو لك طوات طوات ستنسا يسون سمانسات سون نارجه نياز مالت عيدل قلت الله ويبلمو اندشاي اندما كياتو ولي سووچن سم يانسا مدتات مالت مبلات عرل بإطار محدد يعني بتوسنة ملكون وهي نقر متفكدو يا بزيا ملكو كتتك مكبت بوالا ودا بوتاو يملسال ودا حرام النتو يملسال طيب لنزي قدم لتتكسوت نقروش بمياس فلقو بطني تالي بجانو متك من دي مالتهم كثرة الحياء والأدب والتودد بتام حياء أشوا على السنة وش حياء الله أشوا أدب الله أشوا لسويش بتام يمودد سنة مكبار الله أشوا والسكينة يمر رجعات والوقار يهم يعونه وقلة الكلام نجقر أشوا بتام يعني نسنو وقلة الضحك عيسكم دم بزو وكثرة الصمت زمة أشوا بتام يبزانه والنطق بالحكمة تسهيلا على الطالب سنة جرودك مو يهونا سويش يما يجابوا أتجون لسوي يما يجابان كارات أيتكمل قل سهونو عبارة أيتكمل قل سهونو كاراتو كاراتو تشين فلقيه أيتكمل لتماري مهونا لسمي يما يكبر يهونا وعدم الفرح بشيء من الدنيا بدنيا قد إلى من نجر الناس عيد دستهم دنيا سمت الله شيء فرح من ما أنت زاري عند مليون برا ترفكار الأجرين سكله أتاسكاكا
ተከትሎት የሚመጣው በጣም ብዙ ሙሲባ ነው። ልትፈራ ይገባሃል ማለት ነው። ግልጽ አይደል? አላህ ለምንድን ነው ይሄን ነገር ያመጣብኝ ብለህ ፍራ እንጂ መጥቷል ብለህ ያ ሰላም አላህ ስለወደደኝ ነው ብለህ እንዳታስብ። ተጠንቀቅ። የዚህን ሐቅ ትወጣለህ አትወጣም አይታወቅም። አላህ ሊፈትንህ ነው ያመጣውና ተጠንቀቅ በልና በምንም ተአምር በዚህ መልኩ አይደሰቱም። وذلك لكمال عقولهم አቅላቸው የሞላ ስለነበረ ነው። قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله ملكت يمرال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت بالله انا بمطرشا كان يمين سو ملكام يناجر قالونه ذم يبلال قالونه ذم يبل وقال ومن صمت نجا ذم على سو نجا وتوال قالوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كحق ذم مالت አይደለም እሺ ذم مالت ሲባል كحق ذم مالت አይደለም طيب متታቀው حق በበረጃ ይሄንን ذم مالت አይቻለም كثرة العفو والصفح عن كل من آذاهم بضرب او اخذ مال او وقوع في عرض او نحو ذلك بتام سلفوچ سون عف بمالك يتوقو نبرو كماننياوم سوچ عذاب سيارغواچو عف يلالو قيمه يزوم معناتنا بيمتاچوم گنزباچو بيقماچوم وي دغمو كبراچونم بينكا ايي ادلم مياسقطاچونا بقل يبقل سميت بوستاچو النبره. وقال الله تبارك وتعالى والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاذبين الغيظ على الله سبحانه وتعالى ቁጣቸውን የሚቆጣጠሩ ሰዎች ማለት ቁጣቸው ታይዩ والعافين عن الناس ሰዎችን አውፍ የሚሉ ሰዎች ታይዩ ሰዎችን አውፍ የሚሉ والله يحب المحسنين الله መልካም ሰሪዎችን ይወዳል። አንድ ሰው መጥፎ ሰራብህ አው خلاص የሚያስቆጣ ነገር ነው ቶ ታይዩ ከዚያ አስተው መቶ ብቻ አይደል አውፍ በለው ከቻልክ ምን አድርግለት ይሄ ከባድ ደረጃ መልካም ዋለለት ምን ላደረገህ ሰውዬ ለበደለህ ሰው ማለት ይሄ ትልቅ ሰዎች ስራ በጣም ትልቅ አላህ ትልቅ ቦታ ይሰጣቸው። ይሄ ሰለፎች ባህሪ ነው የሰሃባዎች ባህሪ عدم الغفلة عن محاربة ابليس واعوانه عندهم ደሞ ابليسنا يا ابليسن ተከታዮች ከመዋጋት ተዘናግቶ አያውቁም። والاجتهاد لمعرفة مكايده ومصائده የሱን መረብና የሱን ተንኮል ለማወቅ ዝም አይሉም ወይም ደሞ ችላ አይሉም። وعدم وسوستهم في الوضوء والصلاه وغير ذلك من العبادات دمو بسلاتم لا يهون بوضوء لا باستنجاء لا الشيطان وسوسان هيكتلوا اي وسوسوم معناتهم معناتهم وضوء ارجعوا على دركم دي كوي اجين تطبعوا يسال تطبكم قدام اذا استبرا ارجي نبر على دركم ايده كو استنجاء ارجع متى صلاه لا كو كقوم كوال قدام كن شنت بيت جبتي استبرا ارجي نبر دي استغفر الله اقواته موطات ايه الشيطان تنكل ዛን ወይደሙ ቅድም እጄን አጥበይ ነበር እንዴ ሰላት ላይ ቆመህ ነበር ከቆምክ በኋላ ከሰላት ላይ ያስወጣ ሲፈልግ ወይ ደሞ ሩኩ ላይ በሆንክ በጻፍ ይመጣና ከኋላ ይተነፍስብሃል። አረባ ካንተ ሰውዬ ከመቀመጫ ንፋስ ወጥቷል ስለዚህ ውዱእ ተፍታል ወጣ ይላል አበደን። ይሄ ምንድነው ወስወሳ ነው ሸይጣን። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ነገር የሸይጣንን ወስወሳ አይቀበሉ። ለምን ምን ይላሉ አንድ ሚዛን አላቸው لا يزول اليقين بالشك የቂን የሆንክበት ነገር በጥርጣሬ አይወገድ ግልጽ አለ። ስለዚህ ነው አንድ ሰው ሰላት ላይ ሆኖ ወይ ሽታ እስካልመጣበትና ወይ ድምጽ እስካልሰማ ድረስ ከሰላቱ ምን እንዳይሆን ተቶ እንዳይወጣ ነው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጎንበስ ስትል መከመጫ ላይ መጥቶ እፍ ይልባል ይከዘክዛል። አስተግፍሩላህ ምን ይሆንክ ይመስላል ወዱ ያጠፋህ ይመስላል አላጠፋህም ያ اخي اترك የሸይጣን ወስዋሳ ነው ጉድጎታ ነው ይሄ ማለት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር አይጠጋቸውም ነበር لان كل ذلك من الشيطان ايه كله كشيطان ስለሆነ ያውቃሉ الناس كثرة الصدقة بكل ما فضل عن حاجاتهم ليلا ونهارا كمسرتاوي ጉዳያቸው የተረፈ ነገር ሁሉም ሰደቃ ይሰጣል በቀንም ይሁን በማታ ማለት ነው። ሞኝን ፈልግ እንዳትሉ እሺ። እዛ ቁም ሳጥን ያጣበበውን ልብስ አውጥታችሁ ያ ሰላም ወስሩ الجهارا በድብቅም ይሁን በግልጽ وكثرة سؤالهم عن احوال اصحابهم ابزانيو گيزي دمو اكابياچو سلالو اكابياچو سلالو سوچ يتيقال سله گوادنيوچاچو يتيقال كمسكيد اند گيزي كاتوت يتيدو نو يلال من هونو نو اموت نو وي من چگر گتمو تاسرو نو من هونو نو من لمادرك چگرو لمكافل مالت. وذلك لاجل ان يواسوهم بما يحتاجون اليه من الطعام والثياب والمال وعدم اسرافهم في الحلال اذا وجدوه ايهم لمندم يلالو وذلك انهم يارغوت لاجل ان يواسوهم لتربروا بما يحتاجون اليه بمياسفلغاچو نجر من الطعام مغب مياسفلغم كونه والثياب لبس مياسفلغ كونه والمال كنزب مياسفلغ وعدم اسرافهم ايا باكنو نبره في الحلال بحلال قداي لا اذا وجدوه كاغنوت ببوتا بوتاو نمياسقمطو سلفوچ
ذم البخل سستن بطام ياوغزال وكثرة السخاء بطام شر نبرو سلفوج والجود لسو بطام سچوج ناتو وبذل المال كنزبن بميسفل لغوبوتا لاي ماوال يزو يمتن يايلو ومواسات الإخوان في حال سفرهم وندموتشاتشون سفر ومنقل بميوتوبت جيزي من يرغواتشوال ميسفل لغاتشون نگر ياقزواتشوال وفي حال إقامتهم باللوبتم هنيتا مالت باللوبتم سفر منقدم سيهدو يهون أبرو ميجالو متبابر أبرو مرادات إيه يسلفوش باهرين ينياس استغفر الله. فإنه بذلك يقع التعارض في النصرة الديني الذي هو مقصودهم. نعم بزهم دين مرضات وده دين مرضات نبرا ميمات أطمع لفنو على ما تشوه يسلوهن بقارة دين مرضات سلوهن وشدة محبتهم لاستناع المعروف إلى الإخوان بطام وده وندمو تشاتشو ملكام لمسرات بطام يودالو واللي ما لفنو باقي نتاك قطعم يهلو وإدخال بعضهم السرور على بعض عنده بريلا ولا دستا وستو دستا مفترم بطام يفلقالو ما لفنو ماسكيه ما رلس دستا مفتر باقي نواجهات عم يقولوا وتقديم إخوانهم في ذلك على أنفسهم كوند متشاتشو كراساتشو وند متشاتشو ناس كدمانه بوند مولاي من لا مدرك ملكام سميت لمفتر يدستا سميت لمفتر وإكرام الضيفي انقدام بمكابل ما أكبر وخدمته السن من ما قال قليان انقدامون مالت انقدام التبقى أهو راسه راسه من أرقو تنكبا كبا بأنفسهم لسراتين يمازا سيون راساتشو إلا بأذن شرعي شرعي أو يبغون يقول داي كالو نبستكر كال شالو بريلا عندي خدم بيادر قلت قريلهم جن شرعي أو يهون مكني أتصير راتشو راساتشو ناتشو يخدم متن قداو راساتشو ماله ما نمون أنتي فلكم مين يلرهم يا أخي ترك يهول طلعوا بأوجليك أبرز توت كله إيه إنجلاس السنة أكبر نجا الله في الدل بهونه نمت علي أنت كابيتال فلذي أخي من أرجلت السنة راسه نسته خدمه وين إنجلا إيه سلفوش بحرينا ثم لا يرون عنهم كافؤوه عندهم هين ولو كار الرجلات بوالا كفلناه يعني ما يسفل لجون نجار أموال تنال بلاو عاسون بإطعامه وخدمته بمبلغاتهم بمخدماتهم بالإقامة عندهم الناس زندا بما قلتهم وإحسانهم الظن به ملكان بسلا بمطر طراتهم وإجابتهم لدعوة إخوانهم كذلك وندموا تاتهم بمطر واتهم جذي الشيء بلاو ما لسيتعلو إلا من كان طعامه حراما مجبو حرام يهونه كالونه بستكر حلال مهون كذلك السبيت ازاي تطرهبت بوت علي شريعة مخلف نجر على منورون كاوكبو حلال من متسطو طريم من لاش متسطو مالس ويدقمو انت بميده مكنيات مخالفة عينورن بله هرقتن ياكون بمكرته مخالفة عينور الكالك جين انت كالة سبوتو لانت كبرسيلو مخالفة نجر ما يسارو كونه مهي قديتان طيب كالونه سانت مكجر ما تشلو كونه اتهلو يا مخالفة شريعة مخالفة نجارس كارل الدرس مالت طيب إذن مكباتو حرام يهونو سووج تراجون مكبل عايشان أما هي اسكال الدرس ما هي قدن هونو أو إذا خص الأغنياء بالدعوة دون الفقراء ويدك حبتان بتشاهد تربت ده زر الكازي تابلو مالت ده تبارو حبتان بتشاهد تربت قطع عهيدو سلفوج أو كان في مكان الوليمة شيء من المعاصي ويدك مو يسرق بوتاهون ويهون الدقس هونو ما أسيع اللبقوطة عيدتكم حسن عدبهم مع الصغير فضلا عن الكبير كتنا نش سوغار راسو عدبنا براتش أمكوان كتلالك علماء وچنا كتلالك سوغاري كرنا ومع البعيد فضلا عن الكريم كروكم سوغار أمكوان ككرب زمدقاري كرنا ككرب زمدقار بدعام بدعام أسفل لقي هنا وإنه متلك عدبني نوراني قبالنا ومع الجاهل فضلا عن العالم كجاهل مقاربي هون أمكوان كعليم قاري كرنا المارس عليم مبالو يشريع عليم سيون عليم مبالو يسنة عليم سيون عليم مبالو يقرأنا حديث عليم كونا وإلا يشيطان عليم كونا هذا لا كرامة يا أخي كرامة اللهم هي كبر اللهم من زيانة تمر ما كبروا قرأنا حديثنا يقرأنا حديث عليم كونا انكوان كسوغاته ونا جاهل مونو مؤمن كونا ما كبر قد لها بوتا مستد قد لها إصلاح ذات البين إرس برس مستارك لأنه من أجود أبواب الخير بس وجه ماكل فكر اندي نورمادرك تلكو خير هنا وقيمة المعروف يملكام نقر هلو كونشوي هنا ولأن إصلاح ذات البين بس وجه ماكل إصلاح مفتر إرك مفتر يفسد خطط الشياطين وغايته من إقاء العداوة يشيطان مربي كور تبتا بس وجه ماكل ثلاثة نت انداي بدر يعدرك نعم والبغضاء ودعف والبغضاء بين المسلمين بمسلم وجه ماكل ثلاثة
እንዲያመጣ የሚያደርግበትን መረቡን ትቆራርጥበታለህ ለሸይጣን ማለት ነው። ወይፍሳዱ ዛቲ በይነሂም ሁልጊዜ ሸይጣን አላማው እርስ በርስ ማባላትና ማጣላት ነው። አንተ ደግሞ ሁሌም ሰዎች እንዲታረቁና እንዲዋደዱ ስታረቅ የሸይጣንን መረብ ትበጣጥሳለህ። አንያዩ አንል ሐሰድ ከምቀኝነት መከላከል ለአን الحሰደ ይورث العداوة والبغضاء ምክንያቱም ይሄ ምቀኝነት የሚባለው ነገር እርስ በርስ ጥላትነትና ጥላቻ እንዲኖር ያደርጋል። ወዳፉ الايمان የኢማን መዳከም ያመጣል። حب الدنيا وما فيها على غير قصد شرعي الدنيا المودد شرعاوي ጉዳይ ሳይገጥም በሸሪዓዊ መንገድ ሳይሆን ማለት ነው። ሸሪዓዊ ሆነ ምክንያት መውደድ ማፊሽ ካል ነገር ግን አንዳንዴ ዱንያን በጣም ከመውደድ የተነሳ نعم الامر ببر الوالدين اهل السنه والجماعه ከሚታወቁበት ነገር እናትና አባትን መልካም በመዋል የታወቁ ናቸው። والاحسان اليهما لانه ملكهم وعدم اذائهما وخصوصا عند الكبار الناسن عزاء على ما درك በተለይ ደግሞ በሸመገሉበት ጊዜ እናትና አባት እድሜያቸው እየገፋ ሲሄድ በጣም መንከባከብ ግድ ነው። እነርሱ ምንም عزاء على ما درك ድምጽህን ከፍ አለ ማድረግ ሲጠሩ ወዲያው አቤት ማለት ቅፍማቸው ተሰብሯል እድሜያቸው ሄዷል እዛ ቦታ ላይ አንተን ሮጦ አይደርሱብህም አንተን ሊመቱ የማይችሉበት ሁኔታ ላይ ልታላግጥባቸው አይገባም። በጣም ልትተናነስላቸውና ከምንም ጊዜ በላይ ቅርብ ሆነላቸው የሚፈልጉትን ነገር ልታቀርብላቸውና ውዴታቸውን ልታገኝ ይገባል። قال الله تبارك وتعالى الله الناس ملكتهم الى وصينا الانسان بوالده احسانا የሰውን ልጅ በመልካም በወላጆቹ ላይ መልካም በመስራትን አዘዝነው ወይም አደረአልነው። حملته امه كرها እናቱ በጭንቀት ላይ ሆና ተሸከመችው ወወضعته كرها በጭንቀትም ላይ ሆና ወለደችው አለ الله سبحانه። ስለዚህ እቺን እናት ምን ልታረግላት ዛሬ አንተ በእሷ ላይ ፍትህን ልታቆሳት እሷን ልታመናጭክ እሷን ልትሳደብ እሷን ዞርበይ ከዚህ ልትል سبحان الله العظيم ይሄ ካንተ ለእሷ ይሄ አይደለም የሚገባው። ምንም ነገር ብታረግላት ተኝታላት በላይላ ሄጂ ብትላት አትከፍላትም ዋጋዋን እሷ ካላንተ ካደረገችው ነገር አንጻር ማለት ነው። وقال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ጌታ ፈርዷል ከሱ በስተቀር ሌላ ማንንም ላታመልኩ እናትና አባታችሁን መልካም ልትወሉ ብሎ ኢማ ይብሉገና عندك الكبر አንተ ዘንዳ እድሜያቸው ከፍ ብሎ ከደረሱ ሽማግሌ ከሆኑ احدهما او كلاهما አንዳቸው ወይ ሁለቱም እናትም ይሁን አባት ወይ ደግሞ እናት ብቻ አባት በጊዜ ወደ አኺራ ሄዱ ወይ ደግሞ እናት ወደ አኺራ ሄዳ አባትህም ይሁን እርጅና ከደረሰባቸው ምን አርጋቸው ጠብቃቸው። فلا تقل لهما اوف اوف እንዳትላቸው መልካም يعني مدفوع ንግግር እንዳትናገራቸው ولا تنهرهما አታመናጭቃቸው وقل لهما قولا كريما يتكبر የሆነ ንግግር ተናገራቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እማዬ ምን ላድርግ አባዬ ምን ላርግበል ከባድ ንግግር እንዳትናገራቸው የሚያስደነግጣቸው ንግግር እንዳትናገር ያ اخي ቅስማቸውን የሚሰብር ነገር እንዳትናገር በጣም ከባድ ነው ይሄ በጣም ከባድ ወንጀል አላህን ከማመጽ ቀጥሎ የሚመጣ ከባድ ወንጀል ወخفض لهما جناح الذل ራስን የማሳነስ ክንፍህን ዝቅ አርግላቸው አለ አላህ من الرحمه كازنت قر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ጌታዬ ሆይ እዘንላቸው እኔ ህፃን ሆኜ እንዳዘኑልኝ ሁሉ እዘንላቸው ብለህ ዱዓ አድርግላቸው። አለ ሱነቲ ወልጀማ الامر بحسن الجوار በመልካም ጎረቤትነት ያዛሉ والرفق مع العباد ከባሮች ጋር በመተዛዘን ያዛሉ وصلة الرحم زمدنا بمكتل يزالو إفشاء السلام هلنم السلام عليكم بمالتم يزالو ورحمة الفقراء والمساكين دهوچننا مسكينوچن بماكربنا بماكفم يزالو والأيتام يتيموچن بمكباكب يزالو وأبناء السبيل كذلك أهل السنة والجماعة كميتاو وقبت نقر النهي عن الفخري مفوكاكرن يطلعلو يكلكلن والخيلاء ماننا اللبن النت والعجب براس مقرم ይሄን ይከለክላል። ወልበጊ በሰዎች ላይ ድንበር ማለፍን ይከለክላል። ወልስጢጣለቱ አወል ስጢጣለቲ አለል ኸልቂ ቢገይር ሐቅ በሰዎች ላይ ድንበር ማለፍን ይከለክላሉ ያለ አግባብ ድንበር ማለፍ። ወያእሙሩነ ቢሉዙሚ አልዓድሊ ፊ ኩሊ ሸይ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ፍትህን በመጠበቅ ያዛሉ አህል ሱናዎች በማንኛውም ጉዳይ ላይ በነፍስ ላይ ሆነ በእናት አባት ላይ ሆነ ፍትሃዊ መሆን ግድ ይላል። ወአደሙ ተሐውኒ ቢሸይ ሚነ ፈዳኢል አለቲ ረገበ ሸርዑ ፊ ፊዕሊሃ እንዲሁም ደግሞ ሸሪዓ እንድንሰራቸው ባዘዛቸው ነገሮች ላይ በምንም ነገር ላይ እንዳንሰላችና ወደ ኋላ እንዳንልም ያዛሉ አህል ሱናዎች ሰለፎች ማለት ነው። قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ከመልካም ነገር ምንም ነገር እንዳታሳንስ ይሄ ትንሽ ነው አትበል መልካም ነገር አላህ ዘንዳ ምንዳው ትልቅ ነው።
ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق من نقر بالطاطا لسويت متسرعوا خير من نقر بالطاطا واندهم واندمهم بملكام فيت مجنانيت ستا جنيو فققوا لمكبك سبحان الله هنا قر ملكام له هنا قر عجر على لوية طبالك لمن دنو أنت فيتنا كوماترة انشان وطاطرة يون نقر مسلها متهيدو إيهي قدات انجي تكميلو الذي أنت لو اندموك بمسلم واندم فيت فيت من مونا اللبت فكام على تعلبت عندنا فيتب أفك كهو كتر سيلوك من يون اللو ياد قالو يشمران ادميه من يون إلى الفيت بذا ما شاء الله بكون جنتو أبرو إيكو يال مالتم ወይንቂዚ ስትጨማደድስ ፍትን ስትጨማደድ በየቀኑ ስንትና ስንት ሴሎችን እየገደልክ ፍትህ ያለ ጊዜ ያለ ቦታው ያለ ወቅቱ ምን እንዲሆን ታረጋለህ እንዲኩ ማጠር ታረጋለህ ማለት ያለ ጊዜ ታረጃለህ ማለት አላሁል ሙስተዓን ስለዚህ አይፈቀድ አንና ያንሱ ኢዘን በሰዎች ላይ መጥፎ ጥርጣሬን ይከለክላል ወተጀሱስ እነርሱን ተጀሱስ ማለት መሰለል ማለት ሙስሊሞችን መሰለል አይፈቀድ ታይብ ሙስሊም ወንድምህን ማለት ነው وتبع عورات المسلمين قدم اندالنو يسوچن ميستراچون مكتاتل يسوچن ميستر مكتاتل مالت عوراتچون مكتاتل مالت قدم اندالنو بيتاچو زكتو ميسروت سرا مالت انجي بيدا اميارامدو سوچ سميتاچون يميكتلونا مسلموچن ودا مخالفه شريعه ودا مخالف يميطارو سوچ انسو لاي رد مستتن ايملكتم ويم دمو انسو يابازوتن سي دي ويم دمو انسو يابازوت ميموري ويم دمو انسو بتلايايوم ማህበራዊ ድረገጾች ላይ በተነዋቸው ነገሮች ለህዝቦች ማሳወቅ ይሄ የነርሱን አውራ መከታተል ማለት አይደለም ለአነ ذلك يفسد العلاقات الاجتماعيه ነገር ግን አንተ የግል ሰው የሰዎችን የግል አይባቸውን ስትከታተል ማህበራዊ ግንኙነትን ያበላሻል ويفرق بين الاخوان በወንድማማቾች መካከል ጠب ያመጣል ويزرع الفساد በመድር ላይ ፈሳድ እንዲበዛ ያደርጋል ማለት ነው ولا يغضون ولا يغضبون لانفسهم لنفساتهم አይቆጡም لانهم يفقهون فقه الغضب ምክንያቱም እነሱ በምን ምክንያት መቆጣት እንዳለባቸው ስለሚያውቁ አህል ሱናዎች የዲን የአላህ ዲን ሲነካ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ሲነካ ብቻ ነው የሚቆጡት قال الله تعالى والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين هيك قدام يالناو نو الى غير ذلك من اخلاق النبوه الذين يمسسلوا نبيو محمد صلى الله عليه وسلم يتلبسواچون بحرياتوج اهل السنه والجماعه يلبسالو يلال